أنا لما أطلع وأقول إشباع الحاجات الزوجية، يعني أنا لما بكون بحاجة كاسة المي وعطشاني شعوري مختلف عن لما أشرب، لما بكون بحاجة النسكافيه أول ما أصحى شعوري مختلف عن لما أشربه، لما أكون جوعاني شعوري مختلف عن لما أكون شبعاني. إشباع الزوج والزوجة بالحياة الزوجية لبعض هو نفسه إشباع أي نوع من أنواع الحاجات النفسية، العاطفية، الاقتصادية، الاجتماعية، الإنسانية، على أكبر قدر ممكن بشكل أساسي، حتى وإن كان هذا الإنسان طماع أو ما بيشبع. مثل ما قلته، أنا واجبي أني أشبع هاي الحاجات بحياتي معه بشكل أساسي، أكبر قدر ممكن من العطاء، وعلى الله، الباقي على الله.